مرحبا بكم مشاهدينا الاوفياء في حلقه جديده من برنامجكم سولو مرا. كيف ما كتعرفوا كاينين بعض الرجال اللي كيبغيو يتزوجوا على عيالاتهم لاسباب مختلفه، وسؤالنا اليوم واش تبغي راجلك يتزوج عليك؟ يلا نشوفوا الاجابات. لا ما نقبلش راجلي يتزوج عليا هكاك، اي مساله غيره وصافي. لا ما بغيتوش يتزوج عليا، بغيت راجلي يبقى معايا على طول حياتي حتى يدفني ولا ندفنا، باش ما تخسرش ليا الاسره ديالي. والراجل اللي كنبغيه وبغيت الطبيعه تبقى مزيانه، ما بغيتش نبقى غادي المحاكم وغادي هادشي اللي كاين. علاش غادي يتزوج عليا؟ يتزوج عليا ذبحوا هاي لا تزوج عليا. لا ما نقبلوش، نقبل راجلي يبقى معايا حتى يدفني ولا ندفنا، ما نكذبش عليك واخا تعود في عمري حتى 100 عام. ما بغيتش انا هذاك الشيء، ما نرضاش كاع فيه. هذاك الشيء ما نبغيش. المهم انا كتجيني ما نقدرش. ما نقبلهاش وصافي، ما تعطينيش خاطري تزوج بوحده اخرى. لا. لحقاش حتى شي مرة ما كتبغي شي مرة اخرى تجي عليها. يبقى مع ولادو ومعايا انا بوحدي. لا. واي الله يقد بوحده ما عزي انت مراه عادي يجي جوج عيالات، راه صعيبه القضيه والمسؤوليه، راه كيعرفتي شنو. مشاهدينا وصلنا الى نهايه الحلقه من برنامجكم سولو مرا. كيف ما لاحظتوا اغلبيه العيالات قالوا باللي رجالتهم ما يبغيهمش يتزوجوا عليهم، بحيث كاين اللي قالت بلي راجلها تبغي تكون ليها بوحدها. نودعكم الى حلقه جديده مع سؤال جديد. سلامة. جايبة الهدية، فرصة اليوم لكلية، جابتلكو شد بيا كل يرفيع لميمات، وآية الكرسي الوليدات، ومع دلالكو شد بيا يا للا، فرحوا بصحة الهدية يا للا. إلا لقيتي الحفاضة الذهبية داخل باك دلا، اتصلي بالرقم الاخضر باش تحصلي على الكولي ديال الذهب ليك وآية الكرسي لطفلك، كيسواو 3 مليون سنتيم. غزال هاد الكولي. اي مع دلع.